رجعنا تاني بعد الفاصل مع نجمنا الكبير كابتن احمد مجدي نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، وسالت سؤال قبل الفاصل على الفرق التي ستهبط مع نادي مصر المخصصه. استاذ ياسر عاصم عطينا الجدول حتى ناخد الجزء او سعر الجدول ككل يعني، تقول رايك في الفرق اللي ممكن يبقى مالهاش حظ تستمر في الدوري العام. انا شايف ان الجونه عندها مشاكل، الجونة مش عارفه تطلع منها ومش مش عارفه تكسب. الجدول معاك، الجدول معانا. المنطقه اللي فوق يعتبر يعني خلينا في المنطقه اللي تحت. المصري بورسعيدي في العاشر 36، سيراميكا في ال 11 36، اتحاد اسكندريه في ال 12 36، انبي في 13 35. بص خلينا نتكلم من خلاص من ال 14 لل 17 فيهم مشاكل، من 14 من غزل المحله والمقاولة العرب للجونه ايسترن، كل ده عنده مشاكل خلاص. كل من محله المقاولين للجونه الايسترن كلهم عندهم مشاكل. ايسترن عنده ماتشات قويه جدا، المقاولين برضو عنده ماتشات صعبه مش سهله، بس طب يمكن المقاولين عنده ماتشات اللي هيلعبوا الفرق اللي تلعبهم او هيلعبوها. طب انا هوريك المواجهات اللي جايه للفرق دي مهمة جدا منها هتحكم يعني. بالظبط. لان يعني هنشوف مثلا ايسترن هتلاقي عندها ماتشات مهمه، المقاولة العرب، المقاولة العرب والمباريات المتبقيه للمقاولة العرب، المقاولة العرب يوم الثلاث 18 مع فرق. بص كل الفرق كل الفرق اللي هيلعبها المقاولين هي خلاص استريحت. واتحاد السكندري مع المقاولين كله استريح يوم الجمعه 26 على المصري مستريح كله، يعني المصري بيدور على مركز احسن من اللي هو فيه، الاتحاد بيدور على مركز احسن من اللي هو فيه، فاركو بيدور على مركز احسن من اللي هو فيه، لكن الثلاثه من وجهه نظري ان هو ممكن يعمل معاهم نتائج عشان يعني لو لعبوا باعصاب برد ما فيش الضغط الفرق الثانيه. هو عاوز بس يحسن بالضبط مركزه. هيبقى معانا تاني كمان بعض الفرق برضو اللي بعده، ايستر كامباني مع نادي الاسماعيلي، تبقى مباراه صعبه جدا في الاسماعيليه، بس الاسماعيلي برضو استريح. الاسماعيلي استريح خلاص يعني، احنا بنقول مش هيهبط يعني، مش هيهبط. طب دي اللقطه برضو طلبة. طب ماشي، الاسماعيلي وايستر كامباني يوم الاربعاء 24، ايستر كامباني السبت 27 مع البنك الاهلي، الزمالك مع اسرا بيتحدى بعض برضه زي ما انت قلت. الزمالك هيكون حسم الدوري، الزمالك حسم الدوري بالظبط. البنك الاهلي برضه عاوز يحسن مركزه لان مركزه برضه لسه مش احسن مركز يعني. الاسماعيلي استريح الضغط نفسه استريح. لو الزمالك حسم مع الاتحاد السكندري خلاص يلعب بالناشئين بقى ويطلع طبعًا. بقى لازم طبعا لازم يريح اللعيبه الاساسيه ويلعب الكاس، ياخد راحه شويه. يلعب الكاس وبقيه الدوري باللعيبه الناشئين مش عيب. يعني ماتش برضه استر بالنسبه لهم مشوار مش هيبقى خلاص بصعوبه دي يعني. يعني وبرده ماتشات الباقيه بتاعت البنك والكلام ده كله، برده ده كله والاسماعيلي بيدور ان هو يحسن مركزه في الدوري. اللي جاي بقى هنتكلم على غزل المحله، صاحب الاسم الكبير غزل المحله مع مصر المخصصه يوم 22، فاركو مع غزل المحله السبت 27، وغزل المحله والاتحاد السكندري لما يتحدد بعض. يعني المفروض ماتش زي المقصه دوت يبقى مضمون بالنسبه له، واعتقد لو كسب المقصه هيبقى بنسبه كبيره في الدوري. قسم خاص بالزمالك في الدوري يبقى عنده 34 بونت، لانه اذا باثنين بونت برافو عليك. 34 بونت هيبقى الدنيا مستريحه يعني. فاركو برده من الفرق اللي ما بتهاجمش بالزبط. ممكن يعرف يدافع كويس يتعادلوا معاهم وياخدوا النقطه. فاهم ازاي؟ الاتحاد ساعتها هيبقى الماتش خلاص تحصيل حاصل بالنسبه لهم. يعني اخر حاجه انا استعرضتها الجونه، انت قلت الجونه مخوف صعب، فضلك يا كابتن. سموحه والجونه ماتش صعب برده. سموحه خلي بالك في تعثر كبير الفتره اللي فاتت، ما فيش مكسب خالص من بعد ماتش مكسب الاهلي تقريبا، بس في ضغط على الجهاز طبعا. مباريات بعد الاهلي احنا معانا احصائيات تقريبا بسيرو سموحه، انا معانا برده ما كسبش بعد ماتش الاهلي. فانا بالزبط. اعتقد كمان ان بدا كمان اداره سموحه تقول لك ان احنا هنقرر بعد نهايه الموسم، فبدا يتحط ضغط على الجهاز الفني انه موجود او مش موجود. بعد كده جونا وفيوتشر ماتش صعب جدا بالنسبه للفيوتشر، برضه بينافس على الرابع لان الجيش في ظهره في فرق بونت واحد. وبيراميدز والجونا برضه بيراميدز عاوز يكمل الدور اللي يبقى في المركز الثاني رسمي، فاعتقد ماتشات الجونا صعبه. طيب هي دي حلوه كره القدم، انك ما انتش عارف خلاص لو الزمالك الماتش اللي جاي حسم خلاص اخذ البطوله تحت، ما انتش عارف مين اللي قاعد. هي دي كره القدم، هي دي هو ده الدوري، هي دي سخونه الدوري. لا هو ده ضعف الدوري مش سخونه الدوري. ضعف طبعا من ناحيه. طب ضعف انت بتتكلم النهارده لو جبت فرق مثلا اللي هي بتنافس ترجم تحت. زي ما بقول ترجم، بقول لك انت لو بتيجي تشوف الفرق اللي بتنافس تحت ما بتكسبش. طيب هنرجع تاني احصائيات، دي احصائيات الكابتن عبد الحميد بسوني. لعب 8 بعد ماتش الزمالك، بعد ماتش الاهلي ده، بعد الاهلي لعب 8 ما فازش ولا مباراه، واتغلب في 5 سجل 4 استقبل 13.
نتائج بعد ده برضو كيرف اقول لك يعني كيرف قل جدا جدا عشان كده بقول لك الاداره بدات تتكلم امبارح ان الـ ان الـ ان الـ القرار هيبقى بعد الموسم ونهايه الموسم وده طبيعي معايا هو مضغوط هيبقى مضغوط بس هو عمل شغل كويس جدا في الفتره اللي تولاها بعد ما جه من غزل المحله مع نادي سموحه في تعثر في تعثر لكل انديه الدوري زي ما حضرتك قلت ولسه مجدد تقريبا ده هو جدد يعني جدد من قريب بالزبط. سنه تقريبا او سنتين فاعتقد ان هو برضه اتحط تحت ضغط كبير فلازم يحسن النتائج